السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في مدونة تسلق إلى القمة لشرح دروس تكوين المهني وإنعاش الشغل في تمرين جديد من تمارين الموديول الخاص بلغ الدائم لا ريزيستونس دو ماتيريو. نبدأ على بركة الله. هذا هو التمرين اللي غادي نخدمه اليوم. هنا عندنا في الشكل عندنا واحد الابوي تريبل أو لا اونكاستري في البوان أ، عطينا شارج ريبارتي الطول ديالها 4، لا شارج ديالها هي كيو زيرو، عطينا كيو صغيرة كتساوي 150 ديكا نيوتون، حنا اللي خصنا نحسبوا هاد كيو زيرو هادي. عطينا كذلك فورس كونسونتري اف، القيمه ديالها هي 169 ديكا نيوتن. المطلوب منا في هاد التمرين اننا نحسبوا لي رياكسيون دابوي في هاد البوان. اول حاجه غادي نشوفوا الدرس شنو هما الغولاسيون اللي غادي نخدموا بهم اللي غادي نابليكيوهم في هاد التمرين هذا. اول حاجه غنطبقوا هاد القاعده هذه اللي كتقول لنا في الماء يكون عندنا شي ابوي تريبل او لا اونكاستري، فاننا غادي نخرجوا منه واحد الرياكسيون ار افي وواحد الرياكسيون هوريزونتال غنسميوها ار اش، وغنديروا بيناتهم واحد لا ريزلتونت كنسميوها ار. اما بالنسبه للمومون دونكاسترومو فان الا كان غادي في هذا الاتجاه فانه موجب، ولا كان غادي في هذا الاتجاه هذا فانه سالب. حنا في هذا التمرين غنخدموا بهذا الاتجاه هذا ديال السالب. هنا عطينا لي زيكواسيون دي كيليبغ ستاتيك، هاد ليكواسيون كنخدمو بها دائما وغادي تشاهدوها في جميع التمارين اللي غادي نخدم معاكم ان شاء الله. كلهم كنطبقو فيهم هاد ليكواسيون دي كيليبغ ستاتيك باش نخرجو لي رياكسيون داب. عندنا هنا شارج ريبارتي، لا شارج ريبارتي الا بغينا نحسبو هاد كيو القيمه ديالها شحال كتساوي كنديرو كيو صغيره اللي عطاونا هما هنايا كتساوي 150 ديكا نيوتن بار متر، نضربوها في لا لونغور اللي عطاونا هنايا كيساوي 4. بالنسبه لأ فهي هي المسافه من هنا حتى لهنا، وبي هي المسافه من هنا حتى لهنا. ا كتساوي هي ال على 2، يعني هي 4 على 2، هي 2 عندنا هنا وعندنا 2 هنا. دابا نمشيو نشوفوا التصحيح ديال التمرين. اول حاجه غادي نطبقوا هاد العلاقه هذه اللي عطاونا هنا. عندنا هنا ابوي تريبل يعني غنخرجوا منها ار افي وغنخرجوا منها ار اش وغنخرجوا منها الغيزلتونت ار. ثاني حاجه عطاونا لا شارج غي بارتي، غنحسبوا ليها كو زيرو ديالها شحال كتساوي، غنديروا هي كيف ال كي عطاونا هي 150 غنضربوها في ال اللي هي 4 تعطينا هي 600 ديك نيوتن بار متر. بالنسبه للاو بي فانا ديجا حسبتهم ليكم، لقينا بلي ا هي 4 على 2 هي 2 و بي هي 4 على 2 هي 2. دابا نطبقوا لي زيكواسيون دي كيليبغ ستاتيك. غادي نمشيو لاكس و اكس غادي في هذا الاتجاه، يعني هذا الاتجاه هو بلس. القاو بلي ار ا اش هي الوحيده اللي غاده في هذا الاتجاه هذا، يعني ار ا اش كتساوي صفر، هي هذه اللي حطينا هنايا. بالنسبه للاو ايغريك انا ناخذ المنحه ديالها طالع الفوق بلس، كنلاحظوا هنا بلي ار ا في غاده في هذا الاتجاه هذا يعني عندها اشاره موجبه. كو زيرو نازله لتحت يعني الاشاره ديالها سالبه، اف حتى هي نازله لتحت يعني الاشاره ديالها سالبه، يعني غنديرو ار ا في موان كي زيرو موان اف، هي هادي اللي حطينا هنايا. من بعد درنا ار ا في تساوي حقاش هادي عندها موان، جبناها للجهه الاخرى ولا عندها بلوس يعني ولات كي. كذلك اف كان عندها موان ملي جبناها لوطخ كوتي ولا عندها بلوس يعني ولات عندنا كي زائد اف. كي حسبناها هي 600، اف عطاوها لينا كتساوي هي 169، يعني غادي نديرو 169 زائد 600 غتعطينا هي 769. نشوفو دابا لي مومو، لي مومو المومون دو كاسترومو انا اختاريت هاد المنحة هذا السالب عندنا بارابوغ هاد البوان هاد، يعني غنشوفو هاد اف واحد الى دارت على هاد البوان هذا غتكون غدا في نفس الاتجاه، يعني عندها اشارة سالبة ناقص ناقص اف. نشوف المسافة من هنا حتى لهنا هي 4 زائد 2 هي 6 ناقص 6 اف. نشوفو كي حتى هي الكي لا جينا ودورناها على هاد البوان هادي غنلقاو بلي غدا في نفس الاتجاه، يعني حتى هي عندها موان موان كي زيرو فوا المسافه اللي حسبنا من هنا حتى لهنا اللي هي المسافه ا حسبناها كتساوي 2 ال على ال على 2 هي 4 على 2 هي 2 ناقص مومو مون كاسترومو كيساوي صفر. من بعد غنطبقوا لي غولاسيون دي كيليبر ستاتيك، غنلقاو بلي ناخذو لاكس اكس هو هذا عنده بلس، غنلقاو بلي ار ا اش هي الوحيده اللي عندنا في هذا لاكس هذا، يعني ار اش كيساوي صفر. بالنسبه للاكس ايغريك ناخذو هو هذا
القوا بلي ار اف في عندها بلوس كيو زيرو عندها موان اف عندها موان، يعني عندنا ار اف في موان كيو زيرو موان اف، يعني ار اف في كتساوي كيو بلوس اف. بالنسبه للمومو ناخذ الاتجاه ديالو بلوس هو هذا مومو، بالنسبه للمومو دونك استرومو راه هذا الاتجاه هذا راه عكس القاعده اللي عطاونا هنايا، هذا هو البلوس وهذا العكس ديالو هو موان، يعني هذا راه موان. يعني دابا بارابور هاد البوان هادي كنلاحظوا بلي اف لا دارت على هاد البوان هذا غيكون عنده نفس الاتجاه مع هاد الاتجاه ديال المومون اللي اختاريت، يعني يكون عندنا اف نضربوها في المسافه من هنايا حتى لهنا هي جوج زائد 4 هي 6. الا شدينا هاد كيو زيرو ودورنا على هاد البوان غيكون غادي في نفس المنحه اللي اختاريت انا لي بلوس، غنديروا زائد كيو زيرو في المسافه من كيو زيرو حتى البوان ا هي 4 على 2 هي 2 في 2. هاد المنحة اللي اختاريت ديال مومون دون كاسترومو سالب، يعني هي ناقص مومون دون كاسترومو كيساوي صفر. يعني دابا الا شدينا هاد مومون دون كاسترومو هو سالب وجبناه على هاد الجهة هادي غيولي بلوس، يعني المومون دون كاسترومو كيساوي اف في 6 زائد كو زيرو في 2 هي هادي اللي حطينا هنايا، هي 6 اف 2 اللي كتساوي لينا 169 زائد 2 في 600 كتساوي المومون دون كاسترومو الا جبناه حولناه من هنا لهنا، كتعطينا في الكالكولاتريس كتساوي 2114. كذلك بالنسبه لا سوم ديال لي فورس او ايغريك الا عوضنا كي ب 600 و اف ب 169 غنلقاوها كتساوي 769. دابا غيبقى لينا ار ار ا، بغينا نحسبوا القيمه ديالها غنديروا هي الجذر ديال ار ا اش اللي كتساوي صفر او كاري هي هادي، زائد ار ا في اللي كتساوي 769 او كاري. الخارج اللي غيخرج لينا غيخرج كيساوي 769 ديكا نيوتن. دابا بغينا نعرفوا هاد الزاويه هادي ديال الميلان ديال هاد ار ا هادي شحال كيساوي، غادي نشدو سينوس الفا غنديروها كيساوي ار ا في اللي هي ها هي حسبناها هنايا 769 وغنقسموها على ار ا اللي حتى هي كتساوي 769، يعني سينوس الفا كيساوي 1. الا بغينا نعرفوا الزاويه الفا شحال كتساوي فاحنا غنديروا في الكالكولاتريس سينوس موانزا ديال 1 يعطينا كيساوي 90 درجه. وبالتالي احنا كملنا التمرين ديال اليوم، كنشكركم على حسن الاستماع. الى عجبكم الفيديو تابوناو معنا في لاشين ديالنا باش تشجعونا اكثر نصيفطوا لكم فيديوهات اخرين، وشكرا.